موجز لأهم الأخبار أقدمه لكم من راديو أم، أهلا بكم. بداية، تم أمس توقيف عدد من نشطاء الحراك من طرف مصالح الأمن في عدد من ولايات الوطن، وتمت هذه الاعتقالات منذ ليلة السبت إلى يوم الأحد الماضيين في كل من ولايات مستغانم، قسنطينة وتلمسان، وتم نقل النشطاء الموقوفين إلى مركز الأمن الولائي بولاية وهران، وذلك حسب ما كشفه نشطاء في الحراك وحقوقيون. وأوقفت مصالح الأمن منذ يوم الجمعة 23 أفريل 13 ناشطا في الحراك يتواجدون تحت النظر دون أن يتم تقديمهم أمام وكلاء الجمهورية. في خبر آخر، كشفت وزارة الدفاع الوطني عن اعتراف العضو السابق في الحركة الانفصالية الماك المدعو نور الدين عن وجود مخطط إجرامي خبيث لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة. وأضاف البيان أن عملية التحقيق لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد، حسب ما جاء في البيان. وفي ذات السياق، صرح اليوم الاثنين الخبير في المجال الأمني والاستراتيجي أحمد ميزاب أن المؤسسات الأمنية نفذت عملا استخباراتيا قويا لإحباط المخطط الإجرامي لحركة الماك. وأضاف ميزاب أن الحركة الانفصالية ماك لا تحمل أيديولوجيات ولا مشروعا بقدر ما تحمل أفكارا موجهة للتخريب واستهدام مفهوم الدولة الوطنية. يمثل واليوم الاثنين والي الجزائر العاصمة السابق عبدالقادر زوخ أمام قاضية تحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي محمد. يتابع زوخ في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة لمشروع إنجاز عجلة الترفيه بالصابلات بالعاصمة. في آخر خبر، سجلت وزارة التجارة تبذير أزيد من 2 مليون خبز خلال 12 يوم الأولى من شهر رمضان، ما يعادل 535 طنا. أوضح بيان للوزارة أن القيمة المالية للكميات المبذرة من مادة الخبز قدرت ب 20 مليون دينار جزائري، ما يمثل أزيد من 1.5 مليون دينار يوميا. وقدمت المصالح ذاتها إحصائيات في 7 ولايات الأكثر تبذيرا لهذه المادة، حيث تصدرت الأرقام المقدمة ولاية البليدة. بهذا أصل معكم متابعينا إلى ختام الموجز. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الإلكتروني راديو تيغي أم فونت. إلى اللقاء.